ركلة الجزاء اللي تم احتسابها من قبل الحكم المساعد الأول ماجد الناصر. نشاهد ركلة الجزاء المحتسبة الآن. ما هي دوافع المدافع لإعاقة المهاجم؟ الكرة مسيطرة عليها حارس المرمى، الكرة متجهة حارس المرمى لوضعها في اللعب. نعم التنافس موجود ومدافع نادي الرايد وضع يده، ولكن هذه الحالة لا تستوجب أي مخالفة من قبل الحكم المساعد. ولو في كل المقاييس رأيت الآن أنه حارس المدافع يعني المهاجم ما كان عنده إمكانية أن يلعب كرة، أو عملية اللي حصلت لا تستوجب الإعلان عن مخالفة، وبالتالي كان قرار غير صحيح من المساعد الأول. نقول دائما إذا حبيت أنك تدخل في قرار يجب أن يكون قرارك صحيح. بلنتي تاريخ كرة القدم، أنا عمري ما شفت بلنتي. هل هاي كارت للحوسني؟ لاعب كبير زي عماد الحوسني وسجل هدف في الشوط الأول، هي المفروض كارت أصفر على عماد التمثيلي، يحسب علينا لأن المباراة كانت بإمكانها تتعدل، كان الرايد استلم المباراة. احنا نقول مبروك للنصر البطولة، لكن للأسف الشديد أخطاء جعلتني أنهزم في مباراة لا أستحق أن أنهزم بها. أنا في اعتقادي الشخصي أن المباراة انتهت 0-0 فنيا. اثبت لي أنها ضربة جزاء، أتحداك أن تثبت لي أن هذه ضربة جزاء. الرايد ظلم في هذه المباراة، كيف تقول التحكيم؟ أنا أقول لك انتهت 0-0. هل تقر أنت أن هذه ضربة جزاء؟ انتهت الكرة لو قلت لي ضربة جزاء، انتهت الكرة. إذا كان الهدف أنه النصر يأخذ البطولة، مبروك البطولة للنصر. أكره شخص تكرهه مين؟ النصراوي.